بسم الله الرحمن الرحيم. الخوت نتمنى من جميع المحسنين الله يتقبل من الجميع. رحتوا لنا ثلاثه ديال الحالات، احنا دابا كنتواجدوا في منطقه القعده الزوا، بغينا ان شاء الله نفرحوا هذه الحاله الرابعه ديال المرحوم مصطفى كرزازي. هذه الام ديالو غالتي، قولي لنا اسم اخر مره هضر معك مصطفى. هضر معايا وليدي قال لي ما كيعرفش قال لي محمد ديما ولا عيان الطبيب، يعني المره التاليه قال لي هضر عليها شحال هي المره التاليه. هو وفوقاش قال لكم نتوما هذا الخبر؟ هذا قال لكم شي واحد؟ قلنا نهار الاربعاء. الاربعاء يعني اللي قال لكم راه توفى؟ واه شي اللي سمعنا. والولد ديالو مسكين، الولد ديالو قالوا لي كيسول على باه بزاف، كيسول مسكين وكيعطي اخبارو. كما شفتوا الخوت الله يرحم الوالدين، هاد الدري هذا شحال عنده معاه؟ هذا 4 سنين و3 شهور. كيسول على باه ديما وكيقول لهم ردي راه بابا صيفط له التصاور، هو مازال ما صيفطليش التصاور. بغينا ان شاء الله كون ندير هاد الناس هادو حتى هما نحقوا لهم هاد الحلم هذا للمرحوم الرزازي. خالتي ما تبكي ما والو، ان شاء الله يكون خير. وربي تشوف ماشي غير نتوما، كنا نلعبوا الناس هادو الولاد حتى الاخرين راه كاين اللي ما هو داك الطالبي حتى هو مسكين ما بانش، ماشي غير هو خالتي، راه شي خمسه ولا الله يكون في العون كلشي الناس، يعني ماشي غير نتوما، هذاك الشيء قدر الله. خوت الله يرحم الوالدين، الله يرحمنا هكا كيسامحنايا مادابا بينا، رحموا عليه. وخلى المراه، خلى المراه حامله، يعني المراه ديالو حامله. هذا هو خوت المعلومه هذه، كنا في الاول كانوا قالوا لنا بلي مرت محمد البيض هي اللي حامله، ولكن ماشي مرت محمد البيض، المرا ديال مصطفى كرزازي هي اللي حامله. شحال اختي من اللي راكي حامله؟ عندي 8 شهور. 8 شهور ان شاء الله، 8 شهور عندها، يعني لاخر 8 شهور باش تعرفوا الحالة بأن المرأة ديال مصطفى كرزازي هي اللي حاملة. نتمنى أنكم إن شاء الله كاملين تفاعلوا مع المنشور ومع هذه الحالة هذه ومع الفيديو، مع هذا السيد هذا الوليد هذا ما يضيعش إن شاء الله. بغينا إن شاء الله حتى هو يكبر في واحد الجو زوين، يقرا يلبس مزيان وكلش، ودعي مع هاد الناس أخواتي إن شاء الله غادي يزيدوا يعاونونا إن شاء الله. الله يبارككم أوليدي، صحنا فرحانة بهاد الوليد إن شاء الله، غادي يفرح إن شاء الله. وفى عمي هاد الخلاطين إن شاء الله، إن شاء الله أخواتي إن شاء الله. خوت بارطاجي معنا هذا الفيديو الله يرحم الوالدين، غادي تخسروا ولا ما قديتها حتى شي حاجه، يسمعوا غير البارطاج ولا غير دعوه الخير. الله يبارككم في كلش، بغينا نفرحوا العائله الرابعه ان شاء الله، وانا مسافرين في هذه المنطقه اللي الصراحه الله يحسن العون، مدرسه بعيده، عندنا الماما، عندنا الماما ما كاينش، يعني الصراحه انا كنت جيت تعيش هنا واحد السيمانه بلا ما تقدرش تعيش، ما تعيشش هنا والبرد وكلش. تعيش هنا نتمنوا انكم كاملين ان شاء الله تفاعلوا مع هذه الحاله هذه وبارطاجيو لنا الفيديو. والسلام عليكم. وبغيت واحد القضيه، واحد الميساج، ميساج نمروا خوت صحاب الخير، صحاب البارود، ما عرفتش القبيله شربا الزوا، الناس اللي ميسره اللي راهم يضيعوا الفلوس غير في البارود، غير صراحه حتى نتوما ان شاء الله تدخلوا معنا ساهموا باش ما قديتو الخيل حتى هو مزيان، ماشي مزيان اللي ميسر عليه الله، ما كنهضرش انا على واحد اللي عنده الخيل انه راح يبان في هذا الشيء، كنقصد رؤوس اموال تاع الزوا ان شاء الله يتفاعلوا مع هذه الحاله هذه. هانتوما نقدتو لنا محمد البيض 20 مليون في يومين، طالبين 20 مليون في يومين، بغينا حتى هادو عبد السلام عزيز مسكين كان فيه الكريدي ان شاء الله هو غادي يخلص عليه غدا ان شاء الله، وبغينا هذه الحاله هذه ان شاء الله حتى هي كامله ان شاء الله، ان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان اخواتي. بارطاجيو لنا الفيديو والسلام عليكم.